if statement. ناخذ هذا المثال f1.sh. لنفرض انا ابغى اليوزر يكمل فراغ، فمثلا اقول echo hello أريد enter the magic word. بعدين أعمل check إذا كانت الـ word equal الجملة هي hello world world then echo نطبع message welcome user. ممكن else، ممكن احط له how dare you واقفل الفايل. فكده انا بقارن two strings. string الاول هنا في s dollar، hello space enter the magic word world، فحيعطيني المسج. نشغل مرة ثانية وندخل كلمة ثانية hello تركي how dare you. اوكي لو ابغى اقارن ارقام، فمثلا ابغى اقول الرقم الاول اكبر من الثاني، فنشوف هذا المثال. f2.sh ونقول لنفرض انا ادخل رقمين، فابغى اعرف اي الرقمين اكبر، فبقول large. فممكن او حتى ممكن اخليها كل القائمة او اخليها رقمين احسن. نقول إذا كان s$1 greater than s$2 then echo s$1 is greater than. ممكن اكتبها كلها في داخل ال s$2. لنفرض عندي 99 فما طبع شيء. ليش؟ لأن الرقم الثاني أكبر من الأول. لنفرض الرقم الأول أكبر من الثاني، نعم الرقم الأول أكبر من الثاني. ممكن أشيك على الملفات إذا كان ملف موجود أو لا. لنفرض أنا عندي لستة أسماء، فمثلا نقول أنا عندي هذا الملف names.txt وأبغى أشيك على هذا names.txt هل هو موجود أو لا. الآن هو موجود لأن عملته، فهأعمل ملف أو السكريبت f3.sh. ولو قلنا إذا كان الملف exist، فالملف
exist اللي هو names.txt. فأنا الآن بعطيه ملف وأقول له الملف هذا موجود في ال current directory. Then echo أقول له أو خليني أعملها بطريقة أفضل بحيث إنه أحطها في متغير وأخليه هنا file وأقول هنا file equal names.txt. الآن أقول له هنا the file is exist. طيب لو ما كان موجود خلينا نعمل كمان شرط ثاني else نقول touch file names.txt وبعدين echo لا احسن نعملها بالمتغير file echo the file is created. فإذا ما كان موجود يعمله. طيب فقال لك الفايل exists. طيب لو حذفنا الفايل والآن نشغل السكريبت مرة ثانية فلاحظ عمل الفايل و كتب الفايل created. فبهذه الطريقة ممكن أشيك على الملفات إذا كانت موجودة أو غير موجودة. ممكن أشيك على التكست. فلنفرض أعطيني مثال. ممكن أشيك حتى على الفايل إذا كان فايل empty file أو فايل له حجم. فمثلا خلينا نروح نرجع للملف هنا ثاني اللي هو F3 وأقول له إذا كان الملف موجود قبل ما تشيك عليه وبعد ما تشيك عليه روح وأعمل تشيك مرة ثانية وشوف لي هل الملف empty ولا مش empty. فالآن بقول له شيك على هذا الملف مرة ثانية إذا كان empty then echo the file is empty. Else echo the file is not empty. فإذا كان ملف موجود already شيك عليه هل هو فارغ أو لا. فنشيك الآن مرة ثانية فلاحظ قال لك الملف موجود ولكن الملف is not empty. ليش is not empty؟ يفترض إنه الملف empty. أنا إيش الشرط بقول له هل الملف size is not is greater than zero.
طيب ls names اوكي size 0. انا كاتب not empty فين؟ فاذا كان هنا الشرط هل حجم الملف اكبر من الزيرو او لا. فاذا كان حجم الملف اكبر من الزيرو هينفذ هذه. اذا هذا هذه هنا وهذه هنا. اذا كان حجم الملف اكبر من الزيرو اذا هيكون not empty. اذا كان حجم الملف زيرو اذا هو empty. فالان نرجع نشغل، فلاحظ الملف موجود ولكن empty. خلينا نكتب اي كلام او اي تكست في هذا الفايل. فالان الفايل لو تلاحظ اصبح في 16 كيلو بايت او 16 بايت. ال 16 بايت هذه هتعطيني F3 الفايل is not empty. اوكي لو حذفنا الملف مرة ثانية فقال لك الملف is created، نشيك عليه من جديد، الملف is empty. اوكي مظبوط. فنشيك على الملف، نشيك على وجود الملف، حجم الملفات، مقارنة الأرقام، ممكن greater than و less than شفناها. ال